اغرب عيديه خدتيها في العيد؟ مفيش. مفيش. خدتيش ولا عيديه؟ لا خدت كتير بس ما مفيش. اغرب حاجه بقى، حاجه شو خدتيها كده قلت ايه ده، استغربت كده؟ الصراحه انا ما بستغربش على عيديه يعني عادي. ايا كان هتاخديه مش هتستغرب؟ لا هيديك اي حاجه في ايدك كده راضيه. شايفه كانت مبلغ قليل جدا الصراحه، كانت حاجه غريبه جدا من جدي، كانت 5 جنيه. 5 جنيه؟ عملت بيها ايه 5 جنيه؟ كنت بيها بيبسي بس كده. ده اللي لقيته. طب مش قادر تنساها بقى؟ انا نسيتها، كانت اول مره ياخد المبلغ ده، كنت يا ريتني ما خدتها الصراحه. عايز ترجع له بس الكذا بس انا جدي بقى وكده وبتاع. فالعادي بتاخد كام؟ صغار بقى الصراحه. كام؟ لو حد شاف دلوقتي يقول لي انت بتقول ايه؟ يقول لي رقم كده. خدت كام؟ عادي يعني، حاجات عاديه يعني، راضي بكل حاجه. 500 مثلا. 20,000؟ لا لا مش الدرجات دي يعني، 25,000 بحالي يعني. عمته ادتني 50 دولار. عمتك ادتها 50 دولار؟ اه. بحالهم؟ بحالهم 50. اه. عملت بيهم ايه؟ جبت بيهم انتريه. انتريه؟ اه. شوكولاته. دي هديه؟ اه كان بيعيد عليا بيها. بجد؟ اه والله عين. وانت خدتي ايه؟ كراش؟ لا كراش بس عادي يعني، وربع جنيه. ربع جنيه؟ عملتي بيه ربع جنيه؟ اللي ادالي ربع جنيه انا بحب اوجه له رساله. ربع جنيه يا خالو؟ حكي يا خالي على الربع جنيه. عملتي بيه ربع جنيه؟ ما عملتش حاجه، حطيته في جيبي. اغرب عيديه؟ اه كان جدي الله يرحمه كان مديني 10 جنيه. 10 جنيه؟ حالا؟ عملت بيهم ايه؟ يا رحت جبت بيهم بندقيه. اه بندقيه اللي هي الخرز دي. قعدت اخبط بس اتكسر التاني يوم على طول. اهو بقيتك مش مع العشرة. عايز تضرب فيها في الناس تقريبا. جدي اللي كانش مسامح في ال 10 جنيه، كانش مسامح في عينيك. 10 جنيه مش مسامح فيها كمان. ان انا مثلا ما كنتش متوقع اخد مبلغ واخدته. كانت بصراحه كانت حاجه بالنسبه لي، كانت حاجه حلوه يعني. انا مش متوقع اخد المبلغ ده ولقيته فعلا معايا في العيد ده. كام بقى؟ اقول ولا اوكي؟ لا قفلت ساعتها 3000 جنيه. 3000 جنيه؟ واحد. اه والله في اول يوم والله. خال مصطفى قبل كده عطاني 5 جنيه. 5 جنيه؟ بحاله؟ وانا كبيره كده يعني. عملت بيهم ال 5 جنيه دي؟ خدتهم وحطيتهم في الحصاله لان كنت بحوش. بس قلت له ايه بقى وما خدت 5 جنيه؟ دي مش من قيمتي. وبعدين قال لي انت قيمتك اكبر من كده وانت مش محتاجه فلوس. ضحك عليك بكلمتين. اه بالظبط يعني. انت خدتيهم وانت ساكته وانت ماشيه. كانت مشابك شعر وانا اساسا محجبه، فكانت بالنسبه لي اغرب هديه خدتها في حياتي. وعملتي بيهم ايه؟ ولا حاجه، اديتهم لواحده صاحبتي بقى. بيهم ايه؟ بس ده مشابك شعر دي هديه؟ اه هي يعني كانت من تيتا الله يرحمها، فيعني احفاد بقى وكده. طب ما اديها مشابك شعر، مفيش فلوس اديها مشابك شعر. وانت اصلا محجبه مش طبيب محجبه. تاني حاجه كانت بلوزه ضيقه عليا فشحتها لاختي الصغيره. مفيش حاجه مناسبه ليكي خالص؟ محدش بيديكي حاجه مناسبه ليكي خالص؟ والله يعني هم دول اكتر هديتين انا يعني ما حسيتش ان انا هستفيد منهم. استفدتي بحاجه طيب في العيد ولا ما؟ والله يعني الحمد لله، انا طالما شحنا الباقه يبقى تمام زي الفل. الحمد لله خلاص، انا اطمنت عليكي.